ضمن الأنشطة التصعيدية لحملة 11 من فبراير ثورة ضد الفساد، خرج المئات من أبناء مدينة الحديدة في مسيرة جابت شوارع المدينة للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق ومحاسبة الفاسدين. عادل إلى صالح. بزخم أكبر ووهج ثوري نظم شباب حملة 11 من فبراير ثورة ضد الفساد مسيرة انطلقت من أمام شركة النفط وتوجهت إلى ساحة التغيير بالحديدة وإلى أمام مبنى المحافظة، معلنين انتهاء الفترة الممنوحة لرئيس الجمهورية والتي اعطوها له في 11 من فبراير لإقالة حكومة الوفاق الممتلئة بالفساد والاغتيالات والاختلالات الأمنية، ومطالبين بتشكيل حكومة كفاءات لتحقيق أهداف ثورة فبراير ومحاكمة كل من مارس فسادا أيا كان موقعه وتحقيق عيش كريم وعدالة اجتماعية لكل أبناء اليمن. الشعب يريد إسقاط حكومة الوفاق، حكومة الفساد. احنا خرجنا ضد حكومة الوفاق اللي مكونة من بيت الأحمر، فالأساس هذا مسيرة من بيت الأحمر. وتحية لأنصار الله. احنا نطالب رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة الوفاق، وكذلك نطالب رئيس الجمهورية محاسبة الوزراء الفاسدين وإحالتهم إلى النيابات وكذلك إلى المحاكم. يكفينا فقر، يكفينا مرض، يكفينا عملية الصراعات فيما بينهم، كم من ضابط، كم من قائد، كم من صف، وكذلك انفلات أمني. نحن خرجنا نناشد الحكومة، حكومة الوفاق، بالتنازل والسقوط لعدم صلاحيتها لأنها فاسدة فاسدة فاسدة. سوف نناضل ثم نناضل ثم نناضل حتى تزول هذه الحكومة، لن نرضى على بقائها أبدا مددة. تزامنت هذه المسيرة مع ذكرى 21 من فبراير يوم انتخاب عبد رب منصور هادي رئيسا لليمن، لتذكيره الوفاء بالتزاماته في محاربة الفساد وتحقيق أهداف الثورة الشبابية شعبية السلمية. خرجنا اليوم هذه المسيرة لأن هذا اليوم تم انتخاب عبد ربه هادي، ونحن رشحناه بإرادتنا لأنه كان رئيس التوافقي توافق عليه اليمن لأكمله. نريد اليوم من الرئيس هادي أن يلبي مطالب الشعب، وهو أن يكون حكومة كفاءات، لأن احنا قبلنا حكومة المحاصصة كفترة انتقالية وليس أن نستمر على كفترة محاصصة. نريد حكومة كفاءات بدل ما نخرج على ضد مكون أو ضد قوى سياسية أو ضد شخص أو شيء. نحن خرجنا حكومة كفاءات، حكومة كنقراط بشكل عام، حتى نستطيع أن نبني الدولة المدنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. خرجنا اليوم لأنه لم نجد تحقيق أي هدف من أهداف الثورة، وكانت هناك لاحظنا خلال العمل الحكومة السابقة الوفاق هناك تقاسم يعني ومصالح بنيت على مصالح والشعب لم يستفيد شيء، فخرجنا هذا اليوم لهذا الغرض. المتظاهرون أكدوا على بداية مرحلة جديدة من التصعيد الثوري تبدأ بهذه الخطوة حتى تصل إلى العصيان المدني الشامل لتحقيق مطلبهم المتمثل في إسقاط حكومة الوفاق، مستنكرين استبدال فاسد بفاسد وإعادة إنتاج النظام القديم الذي خرج من أجله الشعب في 11 من فبراير. عبد الإله صالح، قناة الساحات، الحديدة.